الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إخواني أخواتي، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله يعني هناخد النهاردة الموضوع الشريعة الإسلامية إجمالا، الموضوع اللي هو الشريعة الإسلامية المظلومة بين جهل الأبناء وكيد الأعداء. الشريعة الإسلامية إحنا كلنا ظلمناها بنسب، ولكن هذه النسب مختلفة لدرجة أن انتشر عندنا موضوع الإسلاموفوبيا. يعني كان ممكن نفهم أن موضوع الإسلاموفوبيا يبقى في بلاد الغرب اللي هو الخوف والتخويف من الإسلام، لكن أن هو ينتقل إلى بلاد المسلمين ده اللي ملوش مبرر. طبعا احنا لاحظنا أن عندنا العلمانيين والليبراليين، العلمانية الأول بالكسر يعني معناها العلم، ولا شك ان الاسلام هو دين العلم، لكن العلمانيه بالفتح يعني اللادينيه، العلمانيه بالفتح اللادينيه. الليبراليه المقصود منها التحرريه، مقصود منها التحرر، يعني التحرر من الدين نفسه، يعني ان تضع الدين تحت قدميك وتقف عليه برجليك او بنعليك كما يقولون والعياذ بالله. ده بالنسبه لي. لكن العلمانيين والليبراليين قسمين، يعني القسمين في قسم عندهم ايجابي وقسم سلبي، يعني مع اختلافنا مع القسمين. ايه القسم الايجابي والقسم السلبي؟ القسم الايجابي عنده الراي والراي الاخر، يعني عنده الراي انت داخل الانتخابات والله انت فزت هو فاز مفيش مشكله طالما الصندوق يحكم مفيش اشكاليه. لاحظنا مثلا ان زوجه جاك شيراك مثلا في فرنسا نزلت وعملت مظاهرات على واشتركت في مظاهرات عن على عن موضوع تأييد الحجاب واستنكار منع الحجاب في فرنسا، فدي بتعتبر علمانية إيجابية. لكن العلمانية أو الليبرالية السلبية بتتميز بأربع أوصاف شيطانية أسوأ من بعضها. أربع أوصاف شيطانية. أول صفة السلبية، يعني دايما يقطمك، يعني لاحظ مثلا لما جاء رئيس الوزراء هشام منديل يا ما جايب الغراب لوم. خلاص انا كان نفسي واحد يعترض يقول ايه مثلا، يقول والله انا بعترض على هشام انديل ده عشان انا مش موافق عليه لاسباب واحد اثنين ثلاثة اربعة، احترمه حتى وان كان على غير ارادتي. لكن سوء الادب نفسه، يعني انا اذكر ان حملة الرئيس المرشح الامريكي رومني اما جم قالوا ايه على اوباما ان يتعلم ان يكون كيف يكون امريكيا، فطبعا الدنيا ضجت وقامت ولم تقل، فالحملة كلها اعتذرت للرئيس أوباما على كلمة، ورغم الكلمة مش زي هنا، إنما احنا هنا كنا بنسمع سوء أدب وسوء أخلاق ومحاولات انقلابية على الثورة، ده كلها من السلبية. وإذا يعني حدث إن أصحاب المشروع الإسلامي قدموا شيء إيجابي يبقوا هم يعني يكتم هذه الحسنه، واذا بدرت اي سيئه او في تاويل تتاول، يعني اذا كانت تحتمل من 99 وجه الايجابيه ومن وجه واحد السلبيه يحملها على الوجه السلبي. فلذلك ده اللي احنا النهارده بنعيشه، موضوع السلبيه ده اول صفه عندهم. الموضوع الثاني الوصائيه، ان هو عايز يفرض وصايه عليه، عايز يفرض وصايه يقول لك الاسلام ده كذا. اما يطلع عكاشة فندي ويقول لك ايه اصل القران لو احنا ترجمناه بالسريانيه يبقى ثلثه انجيل، خلاص، ولو ترجمناه بالعبرانيه يبقى ثلثه ايه ثلثه توراه، ولو سبناه كده عربي يبقى ثلث الباقي بتاعنا. يا جاهل يا جهول يا مجهال يا مجاهيل، اقول لك ايه بس يا جاهل، اقول لك ايه اكتر من كده. اولا القران لا يمكن ترجمته ترجمه حرفيه، والقرآن نزل عربي، إنا أنزلناه قرآنا عربيا، خلاص؟ وبعدين القرآن تعهد الله بحفظه ولم يتعهد بحفظ كتاب سماوي آخر، القرآن مدون من فم الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة بواسطة كتبة الوحي، سيدنا أبو بكر أول من صحفه في صحف ذات أطوال ومقاييس محددة، سيدنا عثمان جمعوا على قراءة واحدة على لهجة قريش، وده سمي المصحف الإمامي. القرآن الكريم حتى لو ترجمناه ترجمة معاني، لأنه ليس هناك لغة تحيط باللغة العربية،
واللغات كلها فقيرة. أنا أصلا تخصصي فرنسي، يعني أنا إضافة لعضو لجنة الفتوى في الأزهر، أنا أصلا داعية في الأزهر باللغة الفرنسية، مفتش شوية في الأزهر باللغة الفرنسية والعربية، وكنت ألاحظ أخطاء في الترجمة، حتى كنت أواجههم في الخارج سواء في أفريقيا أو في أوروبا لهذه الأخطاء في الترجمة. فلذلك أقول له حتى الترجمة ترجمة معاني، لو ترجمناه يا جاهل باللغة السريانية زي ما أنت بتقول عمره ما يدي الإنجيل أبدا، لو ترجمناه حتى ترجمة معاني بالعبرية عمره ما يدي كذا. ولكن هي الوصائية، احنا لنا ايه في المسجد الاقصى؟ ده كلام عكاشة. ولكن احنا لنا ايه في المسجد الاقصى؟ احنا لنا ايه في القدس؟ مالناش غير المسلمين، ما لهمش في فلسطين غير المسجد الاقصى. طبعا افتئات على الله تبارك وتعالى، وافتئات على الام، امال نودي فين؟ ان اولى الناس بابراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين امنوا والله ولي المؤمنين. وانا بالمناسبه بديك فتوى بمناسبه مسجد الاقصى، بقول ان القرارات الاخيره، القرارات الاخيره التي استهدف فيها اللي هو تحويل باحات المسجد الاقصى الى منتزهات عامه، او تقسيم المسجد الاقصى الى ساحات زمنيه بعض ايام او ساعات للمسلمين وبعضها لليهود، بقول ان هذا الكلام كلام باطل نرفضه، والامه كلها ترفضه جمله وتفصيلا. وانا باسم الازهر الشريف وباسم علماء الازهر الشريف اعلن هذا الرفض، واقول هذه الفتوى، هذه الفتوى ان اذا لم يرتدع الصهاينه ويكفوا عن تهويد القدس وعن قرارهم بتحويل باحات المسجد الاقصى الى حدائق ومنتزهات عامه، والى تقسيم المسجد الاقصى الى مساحات زمنيه للمسلمين والصهاينه، اقول انا افتي باهدار دم الصهاينه اجمعين الموجودين في داخل فلسطين، وبفرضيه العمليات الاستشهاديه على الفلسطينيين، وفرضيه المساعده والجهاد من جميع العرب والمسلمين لتحرير فلسطين من البحر الى النهر تحرير كامل. واقول ان معاهده السلام وغيرها هي معاهده باطله وساقطه شرعا. يبقى ده شيء منتهي، ده بالنسبه لانه هناك فرق بين الهدنه واحترام العهود والمواثيق، وفرق بين معاهده الخزي والعار والاستسلام للعدو الصهيوني. ونبرأ مما فعله مفتي مصر علي جمعة والحبيب الجفري، هؤلاء العلماء الخونة الذين أرادوا أن يقودوا قاطرة. الكلام ده أنا بقوله على مسؤوليتي الشخصية، لا يعلم به أحد والله، أنا أقوله على مسؤوليتي الشخصية، أنا هاشم إسلام علي إسلام عضو لجنة الفتوى في الأزهر، أقوله على مسؤوليتي الشخصية وليس لي انتماء لجماعة ولا لحزب ولا لتيار، ولكن أقوله على مسؤوليتي الشخصية لله عز وجل. وأقول يعني المسجد الأقصى يجب حمايته، باحات المسجد الأقصى يجب حمايتها، القدس يجب حمايته، كامل أرض فلسطين بما فيها القدس والمسجد الأقصى يجب تحريره. هناك فرق بين الهدنة واحترام العهود والمواثيق وبين الاعتراف بالعدو. ننتقل من الفتوى إلى، وهذه جزء أيضا من الشريعة. الشريعة الإسلامية النهاردة محاولات الخوف والتخويف من الإسلام. أنا مرة اتفرجت والله فأم في مناسبة، أنت عايز الشريعة الإسلامية؟ أنت عايز الشريعة الإسلامية؟ إيه؟ لا 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 ده أنا خفت. أنت عايز الشريعة الإسلامية؟ إيه؟ هو هي الشريعة الإسلامية دي إيه؟ سبة؟ عار؟ جريمة؟ إيه؟ سرقنا؟ قتلنا؟ عملنا إيه بالظبط؟ ارتكبنا فاحشة؟ إيه؟ أنت عايز الشريعة الإسلامية؟ لا ده احنا اللي هنقول لكم، انتوا عايزين ايه؟ ده احنا اللي هنقول لكم. ما هو طبعا انتوا عندكم، انتوا طبعا انا مش هقدر الوم عليكم، لان احنا لسه مؤسساتنا الدينيه، وده برضو بقول على مسؤوليتي الشخصيه وموجود على الفضائيات، مش ده اول كلامي هنا. لا افتحوا اليوتيوب وافتحوا جوجل هتلاقوا الكلام ده موجود والحلقات موجوده كلها. لابد من تطهير مؤسساتنا الدينية من أصنام منظومة الفساد الدكتاتورية المتألهة من دون الله والقابعة. وعندنا في الأزهر القابعة عليها الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، الرجل الطيب، عضو المكتب السياسي والله في الحزب الوطني الديمقراطي المحلي السابق. عارفين كده، مش عضو لجنة السياسات ده، اترقى يا جماعة، اترقى نبني الأزهر وفاه، يعني كان من ضمن 8 بيحكموا مصر، بيعاونوا مبارك مع فتح سرور وصفوت الشريف واحمد نظيف. كان الدكتور احمد الطيب خلاص، وكان كمال الشاذلي، يوسف والي، فرخان ده حسن، امال عثمان،
ادوارد غاري، مش عارف مين، باسيلي، الفريق القومي، قالت ده العقل المدبر، ده اخطر شخصيه يا جماعه. هذا الرجل جاء لعلمنه الازهر وعلمنه مصر. وده جعلوني اخصكم بس اقول لكم منظومه الفساد العلمانيه، ولذلك جامع جنبه منظومه الفساد. فانت هتبص هتقول لي الدكتوره امنه نصير، ما هي من ضمن فريق العلمانه، فريق علمانه الازهر. ما هي طبعا هتهاجم كل ما هو اسلامي، وهتهاجم الاشياء، لان دول اصلا ده فريق العلمانه، فريق الفساد، منظومه الفساد اللي موجود. لازم تبقوا صحيين. قال اقراوا كده، اقراوا. انا يوم هجيب لكم اللي هي وثيقه الازهر. انا وثيقه الازهر اللي عاملها مين؟ المفروض يبقى علماء الازهر، صح ولا لا؟ لكن اللي عاملها 9 من رموز النظام، ومعاهم مين؟ 19 واحد علماني وليبرالي وحزب وطني، على راسهم مصطفى الفيقي وجابر عصفور وليلى تاكلة وحلمي النمنم ويوسف القعير وسمير مرقص وهلم جرا يعني. وانا ما بلومش على العلمانيين والليبراليين، لكن انا الوم على ابن الازهر. وثيقه الازهر دي خلت من عروبه مصر واسلاميه مصر ومرجعيه مصر الاسلاميه. وانا بقول له هو ومفتي مصر، خلاص منظومه الفساد. وكان عايز رايح يجيب لنا كمان اسامه العبد وزير الاوقاف عشان يطينها ويكملها، خلاص عشان يزيد الطين بله ويجيب. والحمد لله ربنا وفقنا في اخر 6 ساعات وشيلنا اسامه العبد، الحمد لله. وعقبال ان شاء الله ما نشيل الدكتاتور احمد الطيب والدكتاتور علي جمعه، هؤلاء الفسده، خلاص، الذين يريدون علمنه الازهر، والذين يقودون يريدون قيادة حملة التطبيع كعلي جمعة للعدو الصهيوني، كما ذهب زائرا إلى القدس زيارة الخزي والعرض والشنار، هذا الخائن العميد. فإحنا لازم إن إحنا نفضح ونعري هذه المؤسسة، هؤلاء الأزهر بخير، ولكن المنظومة الفاسدة القليلة دي عايزين نشيلها عشان الأزهر يسلم، عشان الأزهر يقول كلمته. النهارده فين الازهر وتفاعله؟ فين الهيئه الرسميه؟ فين الافتاء وتفاعله؟ فين قبل كده الاوقاف؟ الحمد لله الدكتور طلعت عفيفي، واحنا عايزين الدكتور طلعت عفيفي انه يقف، ان هو لازم يطهر وقر الفساد ده، وقر المحسوبيه والرشوه والفساد والمفسدين المعشش في الاوقاف ده يطهروا. عايزينه يطهروا حتى تسلم هذه الوزاره. في يبقى ده بالنسبه في نفس الوقت بقول ان من تمام الشريعه الاسلاميه ان قرارات الدكتور مرسي الاخيره انها قرارات صائبه، والكلام ده اللي قلته قبل كده في فتاوى موجوده على الفضائيات، وقلت الاعلان الدستوري المكبل باطل شرعا وحرام شرعا لمخالفه الشريعه الاسلاميه والماده الثانيه من الدستور، لان ما فيش حاجه اسمها رئيس ناقص الصلاحيات في الاسلام، ما عندناش. ربنا بيقول يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر بينكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله. والرجل امتثل قول سيدنا أبو بكر الصديق، أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي إيه؟ عليك. فإذا من الأهمية بمكان إن احنا نثبت للحاكم في الإسلام حقه، وما فيش حاجة اسمها سلطة براسين في الإسلام، لا، الكلام ده ممنوع إطلاق. ولذلك ولي الأمر وظيفته إيه في الإسلام؟ الحاكم في الإسلام حراسة الدين وسياسة الدنيا، وسياسة الدنيا بالدين. والإسلام دين شامل لكل مناحي الحياة، فلا انفصال بين الدين ولا السياسة. السياسة جزء لا يتجزأ من الدين. ومن اعتقد، خلي بالكم دققوا في كلامي كويس، من اعتقد أن السياسة ليست جزء من الدين فقد كفر. في فرق واحد أن هو يبقى مش فاهم، ده نفهمه. خلاص؟ لكن اللي يعتقد الاعتقاد ده نعمل له استتابة، يستتاب. فإن أصر فقد كفر. إذا أصر إن السياسة ليست جزء من الدين يبقى كفر. السياسة جزء لا يتجزأ. مرة الرسول صلى الله عليه وسلم وظيفته في الدولة الإسلامية؟ سيدنا أبو بكر، سيدنا عمر، سيدنا عثمان، سيدنا علي والخلفاء رضي الله عنهم أجمعين، دول وظيفتهم إيه؟ ألا آيات الحكم نوديها فين؟ ونحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. ألا وليحكم بما أنزل الله إلى آخره إلى آخره. ما هي دي الشريعة، مش دي شريعة ولا أنا جايب من بره. فلذلك يبقى لازم هنا النهارده بقول ان قرار حل مجلس الشعب باطل شرعا. ليه؟ لانه افتئات على اراده الشعب. وهذه القرارات مقصود منها الاضرار بشعب مصر وباراده شعب مصر واهدار المال العام. وانتم ما انتم كنتوا قاعدين في وقت قوانين الانتخابات يا قضاه المحكمه الدستوريه ويا فقهاء الدستوريين،
كنتوا فين ما اعترضتوش؟ لكن انتم مجرد ما الضبطيه القضائيه، حل مجلس الشعب، الاعلان الدستوري المكبل، الغاء اللي هو قانون العزل، عشان طبعا واحد زي الشيخ الازهر يعتق، وعشان واحد زي احمد شفيق يدخل، وهكذا. نقول لكم هذه القرارات قرارات المقصود منها الافتئات على اراده الشعب، وانا شخصيا باسم الشريعه الاسلاميه وباسم علماء الازهر الاحرار وباسم الاتحاد العالمي لعلماء الازهر الشريف الذي انا مؤسسه، اطالب واقول بوجوب التحقيق مع كل من فعل هذه القرارات ايا من كان، سواء قاضي او عسكري او سياسي او خلاف او دين، ليس هناك احد فوق القانون. فهذا هو الاسلام. الشريعه الاسلاميه اللي حاولوا يصوروها لنا ان هي بابا، ان هي جايه عشان ترجم الناس، عشان تقطع الايادي، عشان انها تسفك الدماء، شريعه همجيه بربريه، بنقول لكم هذا كلام خاطئ. طبعا قلت لكم الصفات السلبيه للعلمانيين والليبراليين، السلبيه والوصائيه والاقصائيه، يريد الاقصاء، هو طبعا عايز يعمل وصى عليك، عايز يعمل لك يقول لك الدين بتاعك انك انت تصلي الركعتين بتوعك ومع السلام، لكن تلبس حجاب، يا خبر يا ابن الفضيحه، يخيخي لبست نقاب، هي لابسه خيمه، ايه اللي حصل؟ خلي بالك، انت عايز الاسلام يطبق في واقع الحياه؟ لا لا لا، ده تطرف. خلي بالك، انت بتقول لي تكلمني في السياسه يا شيخ، ده انت كده، ده احنا هناخد اسمك ونوديه امن الدوله. خلي بالكوا يا جماعه، ايه اللي حصل؟ هو عايز يفرض عليك وصايا، وبعدين في نفس الوقت اقصائيه، الصفه الثالثه الاقصاء، عايز يقصيك، مش عايزك اصلا. هم لما حكموا وطول حكمهم عايز يقصي الاسلام من الحياه. وبنقول لهم على علمانيتكم وانتم حاكمين في عهد مبارك في العهود السابقه كانت قايمة، الإسلاميين ما لهمش إلا السجون والمعتقلات. ها؟ كان لكم إلا كده؟ خلاص؟ كان لكم حاجة تانية غير كده؟ خلاص؟ أنتوا يقولوا لكم الإسلاميين دول متطرفين ما لهمش إلا السجون والمعتقلات والإقصاء والكلام ده والإهانة حتى لدرجة أن واحد شيخ يدخل أحد المعاهد وينزع في نقاب بنت، يا راجل انكسر. خلاص؟ الله يرحمه بقى. بس يعني فيعني الامور وصلت لحد ايه؟ ده صغيره وانت مالك؟ ما صغيره ولا مش صغيره؟ ده رمز. وبعدين الحجاب ده ما هو واجب على احد الرايين، واحنا عاملين على فكره فتوى في لجنه الفتوى في الازهر، طبعا طلعت من تحت درس الشيخ وانا محطوط على المحك من ساعتها بسبب الفتوى اللي خرجتها دي. الشاهد في الموضوع ايه؟ يبقى سلبيه وصائيه اقصائيه. الرابع استئصاليه، عايز يستأصلك خالص. فاكرين سياسه تجفيف المنابع؟ مش عايز حاجه خالص، لا عايز لا جمعيات خيريه، ولا عايز اصلا دعوه اسلاميه، ولا عايز مساجد. يعني انا من جهاز الوعظ والارشاد في الازهر، احنا وظيفتنا جهاز دعوه اللي بياخدوا منه اللي هو علماء الفتوى. كان عايزين يقضوا على جهاز الوعظ والارشاد في الازهر، احنا علماء الازهر الاساسيين 2600 على مستوى الجمهوريه، مش عايزين يجيبوا لنا دماء جديده ولا يدخلوا لنا علماء جدد. ليه؟ الهدف عايز يقضي على جهاز الدعوه، مش عايز يبقى في دعوه في البلد خالص، حتى الجهاز الرسمي مش عايزه. فهو عايز يستأصلك نهائي. وشوفوا اوروبا، منع الحجاب، منع المآذن، منع، ودي دول المفترض انها ديمقراطيه. نعم عندهم مساحه حريه، لا انكر اعترف، لكن شوفوا طب فين الدين هنا؟ ليه؟ محاوله الاستئصال. واخدين بالكم؟ يبقى نقول ان هذه المحاولات هي اللي خلت الفزاعه من الشريعه الاسلاميه. وحصروا لنا الشريعه الاسلاميه، مع ان الشريعه الاسلاميه مفهومها واسع. الشريعه الاسلاميه جت عشان في موضوع العقيده، موضوع الاخلاق، موضوع العباده، موضوع المعاملات. دين شامل لكل مناحي الحياه، دين صالح لكل زمان ومكان، يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه. وبعدين ربنا بيقول قل ان صلاتي ونسكي ومحياي طريقة حياتي كلها ومماتي لله رب العالمين. وبيقول يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة ابيكم ابراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. دين صالح لكل زمان ومكان، لأن هذا الدين جه. القرآن قطعي الثبوت كله، لكن آيات القرآن الكريم القطعية الثبوت منها آيات
قطعية الدلالة ومنها آيات ظنية الدلالة. قطعية الدلالة مفيش مجال في الاجتهاد، السرقة حرام، القتل حرام، الرشوة حرام، الفاحشة حرام، طيب الصلاة، صلاة الخمس فريضة، الصلاة فريضة، الزكاة فريضة، الحج فريضة بشرط الاستطاعة، الصوم فريضة بشهر رمضان، وهكذا. يبقى جاء الأركان وبعدين يطلع اسمه، يطلع الجاهل أبو حملات ده اسمه إيه؟ إبراهيم عيسى. خلاص؟ يطلع يقول لك إيه؟ أصل الحجاب ده مش من الإسلام. ليه يا جهول يا مجهال؟ خلاص؟ يقول لك أصل الرسول صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس. خلاص يا سلام، طب ما تقول لي نفسك، ما سألتش نفسك بني الإسلام على خمس؟ يعني الإسلام اتبنى على الخمس أعمدة دي؟ يعني مش هو كل، مش هو الخمس أعمدة؟ لا الخمس أعمدة يبقى الإسلام، ولا الإسلام يبقى بدون الخمس أعمدة؟ خلاص؟ أقول له يا جاهل الحجاب فريضة بالكتاب والسنة والإجماع. يقول لك أصل الحجاب ده الحيطة، هي الواحدة الست هتشيل حيطة وتمشي قدامها؟ إيه ده؟ إن لا عنده معرفة لا بقواعد اللغة العربية ولا بالقرآن الكريم، لا حفظ ولا تلاوة ولا بالقواعد التجويد في القرآن الكريم، ولا بالنسخ والمنسوخ، ولا بأسباب النزول، ولا بمناهج المفسرين، ولا بعلم الحديث، ولا علم مصطلح الحديث، ولا الفقه، ولا أصول الفقه، ولا ولا اللي هي القواعد الفقهية، ولا اللي هي قواعد المجتهد، ولا قواعد النوازل، ولا فقه الموازنات، ولا فقه المآلات، ولا فقه النتائج، ولا الكلام ده كله، الكلام ده كله مش عنده. طيب انت حكمت على اي اساس؟ في فرق انك انت تكون مش عارف وتيجي تسال اهلا وسهلا نعرفك، لكن في فرق انك انت تتهم الاسلام لانك بتقرا الاسلام وتحارب الاسلام. لا ده انت عدو محارب. واحنا بنقول لك حاجه، الكلام اللي انت قلته ده كفر بواح، يستدعي اعلان التوبه والرجوع الى الاسلام. اما ان تعلن التوبه واما فانت كافر خارج من مله الاسلام والمسلمين. يا ابراهيم يا عيسى، كلام واضح، ودي فتوى ايضا على الهواء. خلاص مباشره عشان نرجع. تعالوا بقى احنا هنا الشريعه الاسلاميه دي جت بخمس حاجات اساسيه. اول مرحله، خمس مراحل. اول مرحله مرحله الهدايه والتعريف بالاسلام، ودي الفتره المكيه اللي هي زرع الايمان، ودي كان فيها الندوات واللقاءات والحوارات والاخذ والرد، وان او اياكم لعلى هدى او في ضلال مبين، قل لا تسالون عما اجرمنا ولا نسال عما كنتم تعملون، فيها ادعوا الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه. كانوا برضه الاسلام فوبيا كان موجود، ولذلك خوفوا الطفيل بن عمرو لدرجه انه حط اللي هو كان شاعر، حط في ودنه القرصف اللي هو القطن. فالمهم قال: ما لك يا طفيل، انك لا شاعر ولا لبيب وحازم، استمع الى الرجل فان اعجبك امنت به والا فاترك. فراح خلع القطن من ودانه، وبعدين راح للرسول صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد اعرض علي. فعرض عليه، فلما عرض عليه وجد القران ده مش شعر ولا كذب ولا سحر، ده وجد كلام يستحيل، ده كلام معجز. ولذلك قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض إيه؟ ظهيرا. خلي بالكم يا جماعة. ولذلك كانت النتيجة إيه؟ كانت النتيجة إنه قال له: يا رسول الله، خلاص أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، يا رسول الله إئذن لي في أن أدعو قوم. يعني هو كان جاي متخوف من الرسول صلى الله عليه وسلم، الوقت بيقول له ائذن لي في ان ادعو قومي. خلي بالكم يا جماعه، ائذن لي في ان ادعو قومي. فيا جماعه مهم جدا مرحله الحوارات. الناس النهارده مش عارفه الاسلام لدرجه ان احنا يطلع الشياطين دول ويبعدوا الناس عن الاسلام. بيذكروني بعقبه بن ابي معيط والفريق القومي بتاعه. فلا عكاشه وشركاء، انتوا واخدين بالكم؟ شياطين العصر. فدول اللي هم بيطلعوا عايزين يضللوا الناس بالكذب بالبعد. اما اتضح ان القناه اللي بتحاوروا مش عارف قناه عربيه ولا ايه، لا انا حر اطلع على القناه الاولى اقول حاجه، على القناه الثانيه اقول حاجه ثانيه، على الثالثه اقول حاجه ثانيه، انا حر. انتوا واخدين بالكم؟ يعني نفاق. انا احب الواحد الواضح، والله لو عدو واضح
انا احترمه. ليه؟ لانه واضح. ولذلك النفاق، ان المنافقين في الدرك الاسفل ايه من النار، اسوأ من الكافر. ليه؟ لانه بيحارب الاسلام، بيبطن الكفر ويحارب الاسلام، ويظهر الاسلام وهو يحارب الاسلام باسم الاسلام. ولذلك انا مش عايزكم تاخذكم في الله لو ما تلاقي. لا، احنا هندافع عن مش هنقف في موقف المدافع عن شريعتنا، لا، ده احنا هنجعل شريعتنا في المقدمه. ده احنا اللي نقول لهم انتوا ايه رايكم في الشريعه الاسلاميه؟ اعلنوا لنا موقفكم من الشريعه الاسلاميه. مش عايزكم ترجعوا لورا. مش حاجه يتكلم ده حاسب ده بيعمل فتنه طائفيه. لا يا اخويا، احنا مش احنا اللي بنعمل فتنه طائفيه. الشريعه الاسلاميه المعرفه بالالف واللام، خلاص ربنا يهدي شيخ الازهر ويشيله من مؤسسه الازهر عشان المؤسسه تنضف وتبقى حلوه، هو وعلي جمعه والمنظومه الفساد الموجوده، ويريحنا منهم ومن شرهم. هو اللي رايح بيقود رايه النشوز والاسلام، وانسحب من الجمعيه التاسيسيه الاولى، وكان عايز ينسحب من الجمعيه التاسيسيه الثانيه، وبعدين قاعد في الجامع الازهر والله، والريس اول جمعه له يروح يصلي مرضه يستقبلوه على باب الجامع. يرضي مين ده؟ كان يجرؤ يعملها في زمن مبارك؟ كان يجرؤ؟ وبعدين يقول لبعض المقربين اليه وهو رايح جامع القاهره، يقول لهم انا هنتهز اي حاجه وافتعل اي مشكله وارجع. خلاص؟ لا 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 لا. يقول لهم مبادئ الشريعه الاسلاميه هي مبادئ سلطه ولا مبادئ حساب ولا مبادئ عربي؟ قال خلي بالكم يا جماعه، الشريعه الاسلاميه المعرفه بالالف واللام بصمام امان تشمل، احفظوها مني، تشمل مبادئ الشريعه الاسلاميه، تشمل، خلي بالك، تشمل الشريعه الاسلاميه المعرفه بالالف واللام، تشمل اولا احكام الشريعه الاسلاميه، تشمل مبادئ الشريعه الاسلاميه، تشمل مفاهيم الشريعه الاسلاميه. اما اقول الشريعه الاسلاميه يبقى انا اديت اوتوماتيك اهل الكتاب اليهود والنصارى في المجتمع الاسلامي حقوق المواطنه كامله. اديتهم اوتوماتيك حق التحكم الى دينهم في الاحكام في الاحوال الشخصيه، اوتوماتيك. قال لكن لما تقول لي مبادئ الشريعه الاسلاميه يعني الحق والعدل والمساواه، ماذا ميثاق الامم المتحده بينادي به؟ طب والحق ده ما هو مختلف فيه؟ ما هو الحق عندي غير الحق عند الامم المتحده. صح ولا مش صح؟ ما سفينه مرمره الحق واضح، لكن خدوا حق تركيا او المسلمين، خدوا حق؟ لا، جملوا اسرائيل ولا ما جملوهاش؟ هذا الكيان الغاصب المغتصب. يبقى لازم نقول ان الشريعه الاسلاميه لها خمس مراحل معرفه بالالف واللام يا شيخ لازم. انا عايزك تتعلم والله، نفسي تتعلم. يؤسفني انك انت ما بتعرفش تخطب خطبه الجمعه، يؤسفني انك انت ما بتعرفش تفتي. اما مسكوك المفتي كان، انا عارف اسماء الدكاتره اللي كانوا بيحطوا لك الفتوى ومستعد اقولهم، بس مش عايز احرجك اكتر من كده. انت طلبت من القياده السياسيه انها تحولك لجامعه الازهر تبقى رئيس، لانك هتتحرج في الموضوع ده، وحولوك فعلا. فبلاش كده، بلاش تحارب الاسلام باسم الاسلام. يعني قدم استقالتك بدل ما المؤتمرات جايه لك وهتتشال، هتتشال. قدم استقالتك يرحمكم الله، انت والمفتي يحترموا نفسكم وماشي، ودي رساله بوصلها لكم. وانتوا عارفين يعني انا ورايا علماء الازهر بفضل الله، وكلام واضح وصريح. كفى علمانه الازهر، كفى قياده العلمانيه والليبراليه باسم الازهر، وكفى جمع العلمانيين والليبراليين في وثيقه الازهر. كفايه فضحتونا يا شيخ الازهر انت والمفتي. تعالوا بقى نرجع بينا تاني، معلش ما تستعجلوش، دي معركتنا مش معركتكم انتوا خارج المعركه دي. خلاص؟ يبقى اول مرحله مرحله الهدايه والتعريف ايه؟ بالاسلام. تعالوا يا جماعه احنا محتاجين نعرف الناس بالاسلام، نعرفهم من هو الله. من هو الله عز وجل؟ ما معنى افراد الله في الوهيته؟ ما معنى افراد الله في ربوبيته؟ ما معنى افراد الله في اسماء وصفاته؟ خلاص؟ ما معنى الايمان بالملائكه؟ ما معنى الايمان بالكتب السماويه الصحيحه الغضه الطريه التي انزلت قبل تحريفها؟ خلاص؟ ما معنى الايمان بالانبياء والمرسلين وانهم جميعا اتوا برساله واحده وهي الاسلام؟ ما تقوليش الاسلام زي النصرانيه زي اليهوديه، لا طبعا. الرسل كلهم جم برساله واحده هي الاسلام. ما تقوليش مسلم ومسيح ويهودي كل واحد، اقول لك لا. خلاص؟ طب ما هما بيكفروا بينا. في فرق بين لهم حقوق المواطنه كامله ولهم حق التحكم لديهم في الاحوال الشخصيه ولكم دينكم ولي دين، اهلا وسهلا، ولهم حق العيش الكريم، وفي فرق بين الدين. لا.
الدين ربنا ما ذكرش دين الله في كتابه إلا وذكره الإسلام. هات لي كده موضع في القرآن الكريم وقول لي إن الدين عند الله إيه؟ الإسلام، مش كده؟ ومن يبتغي غير الإسلام دينا إيه؟ فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، خلاص؟ لكن ربنا إذا ذكر الدين خلاص يشمل الإسلام وغير الإسلام. كان دين سيدنا عيسى الإسلام، ودين سيدنا موسى الإسلام، خلاص؟ ودين الناس وقرأوا الإسلام، وده ممكن نعمله موضوع محاضرة بعد كده بنيجي للتفصيل. شايف في الموضوع ازاي الرسول صلى الله عليه وسلم ارسل ايمان، ازاي علمهم العقيده الصحيحه. الايمان ده تشريب عملي، يعني ايه الايمان بالقضاء والقدر، وان القضاء والقدر يعني التغيير مش الركون. ان احنا اخطانا نعلقها على الشماعه، كل خطا نعمله نروح معلقينه على الشماعه، على شماعه القدر. قال ايه يا عم؟ طب ما سيدنا عمر ما هو رفض ان يدخل منطقه الطاعون عمواس. سيدنا ابو عبيده قال له اتفر من قدر الله يا عمر؟ قال له افر من قدر الله الى قدر الله، تدفع الاقدار بالاقدار. خلي بالكم يا جماعه، وده مش حديث عن القدر. الشيء في الموضوع ان الفتره المكيه كانت فتره هدايه وتعريف وزرع الاركان الايمان، وخصوصا في دار الارقم ابن ابي الارقم هذا الصحابي الشاب. ازاي ان الرسول صلى الله عليه وسلم زرع فيهم اركان الايمان، وازاي كانوا بالحكمه والموعظه الحسنه، وازاي ان هم ما اعتدوش على الناس. بالعكس، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدخل الكعبه والاصنام شاخصه في الكعبه، وكان في ناس عراه رجال ونساء يدخلون ويطوفون بحجه الملابس دي جايه من حرام، فهم يطوفوا عراه عشان ان هم يعني ايه يبقوا كده متحررين من الحرام، وبعد ما يخلصوا الحج بتاعهم او العمره يبقوا يلبسوا اللبس بتاعهم. بعد المواطن جه الاسلام، فطبعا منع كل هذه الاشياء وكل هذه المظاهر. ولكن كيف وصل الاسلام؟ يبقى اول مرحله مرحله الهدايه والتعريف، ثاني مرحله مرحله تفعيل الحريات الخاصه والعامه. الاسلام ادى الناس حريات، ادى حريته من حيث كونه انسان. ما ينفعش وجه جاء بمنهج لتحرير العبيد، وانتم شايفين الكفارات كانت لتحرير العبيد، انما المعتوه اللي طالع يقول لك عايز يقول لك الحره تبقى ملك يمين. يا ابني هي حر؟ خلاها ملك يمين ازاي؟ يعني هي حر؟ خلاها ملك يمين ازاي؟ ده دعوه للفاحشه وبدعه في نفس الوقت، بيبتدع بدعه. واذا كان سيدنا عمر قال متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرار، والاسلام جاء بالحريه ولقد كرمنا بني ادم. يبقى حريه الدين والعقيده ما اجبرش حد، والا لو الاسلام انتشر بالسيف زي ما بيقولوا. الاسلام السيف ده ليه؟ السيف ده كان حريه للشعوب، تحرير للشعوب، وبعد كده ادى الافساء. اهل مصر ما دخلوش الا بعد بتاع 130 سنه من فتح الاسلام دخلوا افواج في الاسلام. طيب والمسيحيين موجودين في مصر الوقت، لو كان الاسلام انتشر بالسيف كان هناك مسيحي واحد؟ احنا اللي انتشرنا بالسيف، ولا الفرنجه لما رجعت الاندلس هم اللي نشروا النصرانيه بالسيف، ولا في بلاد كثيره في اوروبا وفي غيرها هم اللي نشروا بالسيف، ولا اللي هم اللي بينصروا؟ في فرق بين التبشير والتنصير عشان تاخدوا بالكم وانتوا في جماهير. التبشير في فرق بين واحد بيقول والله انا ديني بدات كذا كذا، ده عادي. لكن في فرق بين التنصير ان هو جاي له مدعوم من بره، خلاص جاي له بيميل الكفه خالص، جاي بيستعين بامدادات، وفي نفس الوقت بيدي الناس اموال طائله، بيدي الناس اطعمه، بيديهم مرتبات، بيديهم كذا، بيعمل لهم عصير غسيل مخ وما فيش سماع الراي الاخر وكل. لا، ده التنصير مرفوض. فيبقى في فرق بين التبشير والايه؟ والتنصير. فاحنا لازم نقاوم التنصير، خلي بالكم. واي واحد من العلماء يقف ضدكم ويقول لكم انتم بتقاوموا التنصير ليه؟ يبقى عالم برئت منه ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم وذمة المؤمنين. وان كان بيدعي ان هو من علماء الازهر هتلاقوه من منظومة الفساد الدكتاتوري، من اصنام منظومة الفساد الدكتاتوري. اوعى يا عم سيدنا تيجي ناحية تتكلم ناحية شيخ الازهر او استاذ من دول انه كذا، اوعى سيدنا الاله بتاعنا اتخذوا احبارهم ورهبانهم من دون الله. الا هو ايه اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله؟ ايه اللي حصل؟ ما هو سيدنا عدي لما دخل على الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له هذه الايه، قال له يا رسول الله ما عبدناهم؟ قال له الم يحلوا لكم الحرام ويحرموا عليكم الحلال فاتبعتموه؟ قال بلى. قال تلك عباده الله. هو راضي يطلع
واحنا بالمناسبه ودي فتوى هي شيروها كده لوحدها وحطوها، الناس اللي عامله ثوره اللي بتقول بتدعي ثوره، محمد ابو حامد طبعا من اذناب سويرس، وهو وسويرس وعكاشه وابراهيم عيسى وشركائهم، هذه المنظومه عكاشه وشركائه يعني سموهم دي كلها عكاشه وشركائه. خلاص هؤلاء الشياطين اللي هم بيقول لك بيدعوا لثوره يوم 24، بقول لهم دي ثوره، دي ردة على الثورة الحرة. بقول لهم دي اسمها في الإسلام ثورة الخوارج. خلاص؟ دي اسمها ثورة الخوارج. وأنا بقول لكم يا أهل مصر، ال 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 كافحوا هؤلاء وقاوموه، فإن قاوموكم فقاوموه، فإن قاتلوكم فقاتلوه. فإن قاتلوكم يا شعب مصر فقاتلوه. فإن قتلوا بعضكم فهم في الجنة. وإن قتلتموهم فدمهم هدر ولا حرمة له. من ينازع الآن، وهقرأ لكم بس، طبعا ربنا بيقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وربنا بيقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وربنا بيقول إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. لكن في حديث عجبني يعني عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. متفق عليه، يعني رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأسره عليك، رواه مسلم. وعن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة، رواه البخاري. واسمعوا هذا الحديث بقى، ده العمدة في الباب ده. ومن حديث عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده، يعني اللي هي الانتخابات الحرة المباشرة التي جرت وثمرت قلبه، فليطعه إن استطاع، يعني ما استطاع إلى ذلك سبيلا، فإن جاء آخر ينازعه، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر، فإن جاء آخر ينازعه. وثورة 24 يناير ثورة 24 أغسطس ما تصلحون، سيبونا أقول 24 يناير من ساعتها، ثورة 24 أغسطس المزعومة في هذا الشهر، احنا النهاردة كم أغسطس؟ ها؟ 14 صلح يا عم، ثورة 24 يناير المزعومة بحطها دي مكان دي، ثورة 24 أغسطس المزعوم، أنا متعلق عليها ثورة 25 يناير، ثورة 24 أغسطس المزعوم هي ديت هي التي تنازع ثورة 25 يناير الحر. يبقى ثورة 24 أغسطس المزعومة الباطلة ثورة الخوارج هي التي تنازع ثورة 25 يناير، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. أنا بقول لكم ما تضربوش العنق بالبداية، أنا بقول لكم قاوموه، فإن أصروا وقاتلوكم فقاتلوهم، فإن قتلوا بعضكم فأنتم في الجنة، وإن قتلتموهم فدمهم هدر ولا حرمة له وهم في النار، قتلاكم في الجنة. يا أتباع ثورة 25 يناير الأحرار، على من افتأتوا الآن، على من يريدون أن يفتئتون ويخرجون في ثورة ضد الثورة. وأنا بحذر سويرس، بحذر سويرس وبحذر محمد أبو حامد وبحذر مش عارف مين التاني اللي مسمينه أبو شنب دمير، ها؟ كل دول، كل الفريق عكاشة وشركاء وكل هؤلاء، وبنقول له ما حدش يجي يقول لنا فتنة طائفية، لا، لا يخرج في الثورة دي رد على الثورة، وده خروج على الحاكم ويطبق عليهم حد الحرابة، وإن وعلى الشعب مقاومته، وإن قاوموا الشعب وقاتلوه على الشعب قتالهم، قتال بابي. خلاص؟ وقتل الشعب، قتل أهل ثورة 25 يناير في الجنة إن شاء الله، وقتل هؤلاء في النار ولا حرمة لهم أبدا. وإحنا بنحذر من دلوقتي، ودي فتوى انشرها على لساني، وأنا اسمي هاشم إسلام علي إسلام، عضو لجنة الفتوى في الأزهر، بأكد الفتوى، بقول اللي هيخرجوا في 24 أغسطس القادم خوارج يجب أن يطبق عليهم حد الحرام، ويجب أن يقاومهم الشعب، فإن قاتلوا الشعب وجب على الشعب قتالهم، فإن قتلوا بعض الشعب فالذين قتلوا من شعب الثورة ثورة 25 يناير فهم شهداء أبرار، نسأل الله ذلك لهم. أما قتل الخوارج سواء كانوا من المسيحيين من المسلمين من أي فريق أيا كان،
سواء من الخوارج الذين يخرجون على الثورة الحرة التي أتت بانتخابات حرة وبإرادة حرة وبرئيس حرة، يبقى هذا انقلاب على الثورة، يبقى قتلاهم في النار، ولا حرمة لهم ولا دية لهم، ودمهم هدر. كلام واضح وصريح يا جماعة، انشروا هذا الكلام وعلى لساني وأنا المتحمل للنتيجة. خلاص واضحة؟ طيب ننتقل. يبقى جه المرحلة الأولى، المرحلة الثانية تفعيل الحريات العامة والخاصة. يبقى حرية الإنسان حيث كونه إنسان، حرية الدين والعقيدة، حرية القول، حرية الاختيار، حرية الإبداع على التضليل والخداع. خلي بالك يا جماعة في فرق بين حرية الإبداع وحرية التضليل والخداع. ما تجيش تنشر لي رواية أولاد حارتنا. طب ما أنت لو راجل وبتنشر رواية أولاد حارتنا، هات الرد الشرعي الإسلامي عليه وحطه جنبها كده وفي كتاب وانشر. يرضى ينشره؟ لا. ليه؟ لأنه عارف بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه، فإذا هو إيه؟ فإذا هو زهق. ولذلك هم عايزين يضللوا الناس، نقول لهم في فرق. الإسلام أعطى الإبداع. تلاقي على سبيل المثال الإمام القرطبي، الإمام الطبري، جاب آراء مخالفة وذكرها في التفسير، ويرجع بعد كده يفند الآراء ويختار من بينها. أنتوا واخدين بالكم؟ علماء الإسلام في الفقه يجيب لك الآراء ويقول لك ده بيقول كذا وده بيقول كذا وده بيقول كذا، وفي النهاية الرأي الصحيح كذا. أنت واخد بالك؟ والرأي المختار كذا. احنا ما عندنا، احنا ليس ما عندناش اسلام فوق الترابيزه واسلام تحت الترابيزه، لا، اسلامنا كله فوق الترابيزه. فيبقى اذا حريه القول، حريه الفعل، حريه الاختيار، حريه الاحرار، حريه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، حريه الطاعه. الطاعه عندنا مبصره ولا مقيده في الاسلام؟ الطاعه عندنا طاعه عمياء ولا مبصره ومقيده؟ مبصره ومقيده بقيود الشرع. يعني ايه؟ يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم، فان تنازعتم في شيء. طب اختلافنا بقى هنا خلاص، زي الامير اللي كان عايز يدخلهم النار، فكانت النتيجه رفض. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لو دخلوها ما خرجوا منها الى يوم القيامه. انا ما بحكيش الحديث لان ما عنديش وقت، لان يعني انا الوقت الحقيقه بيداهمني وحظي وحظكم النهارده كده. يبقى هنا مهم جدا يا جماعه ان احنا نعرف ان حريه الطاعه نفسها مبصره، طاعه الزوجه لزوجها مبصره. يعني لو الزوج امر زوجته بمعصيه هل تطيعه؟ لا طبعا. الحاكم امر المحكومين بمعصيه يطيعوه؟ لا. احنا للاسف كنا بنطيع مبارك في المعصيه، لكن رئيس الحاله لما يامرنا بطاعه وطاعه شرعيه مش عايزين نطيعه. انتوا واخدين؟ عايزين نفتقت عليه، عايزين نخرج عليه. انتوا واخدين بالكم؟ عايزين نخرج عليه. لا، من اليوم لازم ان احنا نقول ان اسلامنا جميل واحنا بنحترم الكل ونحترم الراي والراي الاخر، بس في ادب، في ادب، من غير قله ادب، من غير تعدي الحدود. هو معنى الحريه ان انا اروح جايب عربيتي مفرملها في وسط الطريق العام واروح اصلا واقف واقول انا حر؟ يا عم الناس عايزه تروح تفطر، اقول لهم ان شاء الله ما فطرش. الناس عايزه تروح شغلها، اقول لهم ان شاء الله ما راح. انتوا هي دي الحريه؟ ده فوضى. يبقى خيط رفيع اللي بيفصل بين الحريه والايه؟ والفوضى. انتوا واخدين بالكم يا جماعه؟ ومعنى القوانين يعني ايه؟ القوانين الموجوده في بلاد الغرب هي تقييد الحريات، لكن لان حريتك مرتبطه بحريات الاخرين. يبقى الحريه ادم، والحريه دي مفهوم. واذا كنت عايزين لو كتبتوا على جوجل الشيخ هاشم اسلام او على اليوتيوب الشيخ هاشم اسلام، هتلاقوا لي خطبه في مسجد ايمان في حي البرجيه في فرنسا عن الحريه كامل، هتلاقوها موجوده، ادخلوا عليها وتفرجوا عليها. الشاهد في الموضوع يبقى الثاني تفعيل الحريات العامه والخاصه. الثالث تحقيق الكفايه للناس. الشريعه عشان تتطبق ما جتش تتطبق كده. الشاب لما جه للرسول صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله اشتدت علي شهوتي فزوجني. الرسول صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ اذهب الى بني فلان فقل لهم يقول لكم رسول الله زوجوني. خلي بالكم مسؤوليه الحاكم الحفظ. خلي بالكم يا جماعه. فيبقى سيدنا عمر لما بيسال واحد من الولاه والله، وكان ايام قوه الاسلام، بيقول له ماذا لو جاءك سارق؟ لو انت جالك واحد حرام هتعمل فيه ايه؟ قال له لقطعت يده. قال له واذا لو جاءني سارق من عندك لقطعت بيدك انت. أن لو جالي واحد حرامي هقطع ايدك انت. انتوا واخدين بالكم يا جماعه؟ يعني معناها ايه؟ يعني معناها قبل ما تقطع ايده حقق له الكفايه الاول. ايوه لو جاءني جاي، انا قلت ايه؟ طب ركزوا معايا. خلاص عفوا سيدنا عمر قال ايه؟ قال اما بيسال الرجل بيقول له ماذا لو جاءك سارق؟ قال له اذا لقطعت يده. فقام سيدنا عمر عاجله فقال له واذا
ابقى بص الحته دي، واذا لو جاءني جائع خلاص من عندك لقطعت يدك انت، لو جاءني جائع من عندك، او عدلها او سيب التصحيح ورا بعض مش مشكله، او لو جاءني جائع من عندك لقطعت يدك انت. ليه؟ يعني معناه ايه؟ لو ما حققتش للناس الكفايه انا هقطع ايدك انت. ما ينفعش تقيم معلوم لحد وانت لسه ما شبعتهمش، ما حققتلهمش. حق الفرد في الاسلام ثلاث حاجات اساسيه: مسكن كريم، عمل مسكن كريم يأويه، عمل كريم يكف عن السؤال او مصدر رزق كريم، زوجه توفى، والزوج الزوج والمرأة بالنسبة لها يبقى زوج، وهكذا. يبقى دي مسؤولية الدولة في الإسلام على حسب حالة الدولة عسرا ويسرا. البعض زود قال إن احنا ناخد البعض قال مركب وخادم. طب بس خلونا على الثلاثة الأساسية، خلونا بلاش عربية وخدام الوقت ده، يعني ايه، خلونا بس على الثلاثة الأساسيين الوقت. انتوا واخدين بالكم يا جماعة؟ يبقى ده حق الفرد في الاسلام. ولذلك سيدنا عمر عطل حد او علق حد الرده، حد السرقه في عام المجاعه. ليه؟ واحد هيعقر اذا جاع المسلمون فلا مال لاحد. يبقى احنا لازم نفهم ان بنطمن الناس ان انت قبل ما طبق عليك يبقى لازم انت راجل تكون مصان، راجل عندك امن، عندك حريه، راجل عندك ما يكفيك. انتوا واخدين بالكم؟ مش معنى ذلك ان احنا بنقر السرقه، لا، السرقه سرقه، لكن احنا بنقول ان احنا هنا ان الاسلام جه يعمل ايه؟ انتوا واخدين بالكم؟ الاسلام من محاسنه جه يعمل ايه؟ الرابعه، المرحله الرابعه، التشريعات المتدرجه. التشريعات نزلت على مدار كام سنه يا جماعه؟ احنا في رمضان اهو، وفي العشر الاواخر من ليله القدر، والنهارده ليله 27. الاسلام جه عشان ان هو يعمل عندك عملية ايه؟ عملية الـ يعني التشريعات المتدرجة. القرآن نزل دفعة واحدة من اللوح المحفوظ لبيت العزة من السماء الدنيا في ليلة القدر، ثم نزل منجما ومفرقا على حسب الحوادث على مدار 23 سنة، 13 في مكة الفترة المكية مرحلة الهداية والتعريف وزرع أركان الإيمان، و10 سنين في المدينة اللي هي مرحلة التشريعات. مرحلة ايه؟ التشريعات. وخلي بالكم مرحله الهدايه والتعريف استمرت للاخر ومستمره الى يوم القيامه، لكن مرحله التشريعات خدت 10 سنين. مرحله التشريعات المتدرجه كانت مهمه جدا. الخمر اتحرمت على اربع مراحل: مراعاه التدرج وحال الناس، انك انت اتحبون ان يكذب الله ورسوله، ازاي ان احنا نشرح للناس جمال التشريع الاسلامي. النهارده اما فرخاند حسن وسوزان هانم افسدوا لنا الاسره، والله كنا قاعدين وكان قبل الثوره في وزاره الاسره والسكان، عشان اقول لكم بس من محاسن فضيله الامام الاكبر شيخ الازهر، هذا الرجل الطيب عضو المكتب السياسي لحزب الوطن الديمقراطي المنحل. خلاص هذا الرجل الذي جاء يعالج من الاثر من مزاياه، يعني قعدنا التقينا احصائيه هائله جدا: 7 مليون طفل يتيم في مصر رغم وجود ابوه وامه. ليه؟ نتيجه للقوانين سيئه السمعه. أصبحت الثقافة ثقافة عداء بين الزوج والزوجة، بين أهل الزوج وأهل الزوجة. أصبح الزوج ده صهيوني كافر، كأنه مش من ملتنا ولا من ملة الإسلام. ده هياخد الولد. إيه يا أخي؟ هياخد الواد يعني إيه؟ هو مين ده؟ أبوه هيخطفه. ألا هي الآلة اتعكست يا ناس. ألا هو الأب ده منين؟ من 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 تبع إبليس؟ تبع الصهاينة؟ تبع الكفرة؟ ألا مش راجل مسلم؟ مش ابوه ده هو العصبه، اهل الاب العصبه، عصبه الولد. ألا انت اهلك ذوي الارحام؟ ده هو مكتوب باسمه. ألا مش من حقه؟ ده حتى في الغرب يسمحوا بالتداول للاولاد. فقلنا فقالوا حتى، لان طبعا كان في موجود رجال دين مسيحي وسيدات مجتمع ومدراء كوكتيل، انتوا واخدين بالكم يعني. طب حتى نكح للعور عشان العوره ما تبانش، خلينا او الاعور ما يبانش يا جماعه. طب الوقت القانون ده عور، تعالوا نكح للعور شويه. فقلنا طب حتى يبقى الاجازه الاسبوعيه اللي بيسموها عندهم الويك اند، ناخد يوم للزوج ويوم للزوجه، خلاص، او لطليقها او لطليقته.
والإجازة نص السنة أسبوع وأسبوع، وآخر السنة تمشي أسبوع وأسبوع أو شهر وشهر أو زي ما يتفق. خلاص اللي رفض القانون ده مين؟ ورفضوا بعد الثورة فضيلة الإمام سيدنا الشريف بن الشريف، والله واحد قابلني خلاص شيخ الأزهر، اكتشفت ايه بقى؟ واحد استاذ قابلني قال لي ده هو اللي كان عامل القانون ايام ما كان مفتي. قلت بس خلاص، هو اللي كان مصدق على القانون وعامل القانون مروق. قلت اه يا راجل يا طيب، ما يجيش منك الا كل طيب، بالعكس انت واخدين بالكم، فما لكش في الطيب نصيب يا طيب. ربنا يعني اسال الله ان يعني ياخذك اخذ عزيز المقتدر من لدينا من الازهر انت وعلي جمعه، ويريحنا من شرك وشره وشر منظومه الفساد في الازهر وشر منظومه الفساد في الافتاء، اللهم امين. في يعني ونحن بعد العصر في يوم يعني 26 رمضان وننتظر ليله القدر، واسال الله يعني ان يستجيب، اللهم امين امين. انتوا واخدين بالكم يا جماعه؟ تشريعات المتدرجه، تشريعات نزلت، تشريعات لما نزلت لاحظوا بقى ايه. هل الرسول صلى الله عليه وسلم قال لامراه البس الحجاب؟ بالعكس. ليه؟ لانه زرع الايمان واداهم فتره مرحله هدايه وتعريف، اداهم الحريات، اداهم كانوا بيناقشوا الرسول صلى الله عليه وسلم، اداهم الحريه انهم يناقشوه وهو المعصوم صلى الله عليه وسلم، علمهم الادب الراقي في الحريه في النقاش، علمهم بعد ذلك الحقوق، ان لو حقوق ياخذوها وعليهم واجبات يؤدوها. فكانت النتيجه ايه؟ حموا الرسول صلى الله عليه وسلم بارواحهم. اترى نسيبة بنت كعب التي تترست على الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد تحميه من سهام الأعداء حتى صارت قلقنفض، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من يطيق ما تطيقين يا أم عمارة؟ خلي بالكم يا جماعة، الصحابة كيف كانوا فداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف ضحى أبو بكر الصديق بنفسه في أكثر من مرة من اجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف كان ان الصحابه يعني اما واحد راح زار الرسول صلى الله عليه وسلم قال لقد زرت كسرى في ملكه وقيصر في ملكه ومحمد فلم ارى ملكا بيشبهه، يعني اكثر احترام ما رايت اجلالا واكبارا وتقديرا وحبا لاحد من الملوك اكثر من محمد صلى الله عليه وسلم. واخدين بالكم؟ علمهم يا جماعة الطاعة بالحب، لأنهم عرفوا الله فأحبوه وخافوا منه، الحب والخوف معا. خلي بالكم، علمهم مع هذه المعاني معنى العبودية، العبودية القائمة على المحبة الحقيقية لله، على الخوف الحقيقي من الله، على الطاعة المطلقة لله، على الخضوع المطلق لله تبارك وتعالى. فمجرد ما نزلت التشريعات سمعا وطاعة، سمعا وطاعة، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. إنما أنت النهاردة بتقول لا تحجبي، بص لك كده، أنت واخد بالك يا ابني صلي الصلاة دي كذا وكذا، بص لك كده، نفض نفض يا عم، أنت واخد مش 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 حاطك في دماغ، ما هو ما يعرفش ربنا. خلي بالكم يا جماعة، فإحنا عايزين نعرف الناس بربنا، نأهلهم للمراحل عشان تيجي مرحلة التشريع ونشرح لهم جمال التشريع. يعني مرة واحد كان جاي يشرح المواريث، فأنا قلت له ليه؟ إيه الحكمة من الميراث؟ هو ما يعني ما خدش باله أنا أقصد إيه؟ بقول له قول للناس إيه الحكمة من الميراث؟ وهل رب ليه ربنا إدى في بعض حالات مش في كل الحالات؟ الأنثى نصف الذكر، وبعد كده ربنا إدى الأنثى زي الذكر، وبعدين في مرحلة تانية ادى الانثى اكثر من الذكر، وفي مرحلة رابعة الانثى خدت اكثر من الذكر وحجبت الذكر. ايه الحكمة في دي وفي دي وفي دي وفي دي؟ فطبعا راح رد هو كده، هو على الاحكام. طب يا سيدي حاضر على عيني وراء، والله يا بس اما تدي الناس الحكمة اللي ما تعرفش. طب انا هقول سمعا وطاعة، لكن غيري مش هيقول سمعا وطاعة، عايز يفهم الحكمة. وانا والذين اهتدوا زادهم ايه؟ هدى، والذين اهتدوا.
خلي بالك. ولذلك الايه، لا مش الايه دي، الايه اللي هي ايه، فمنكم من يقول ايكم زادته هذه ايمانا. انتوا واخدين بالكم يا جماعه؟ فيبقى هنا مهم جدا معرفه الحكم، بتعمل عمليه ترسيخ وايمان، وتعمل عمليه هدى، زياده في الهدى وزياده في الايمان. ولذلك احنا عايزين النهارده ايه المانع ان احنا نعرف الناس الحكم والاسرار طالما موجوده؟ في حاجه اسمها الاعجاز العلمي في القران الكريم، طالما ويكون اللي هو الاعجاز العلمي في موضع، انا عارف ان في مواضع ربما تقوم على الاحتمال، الاسلام لا يقوم على الاحتمال، الاسلام يقوم على الحقائق العلميه. فيبقى مهم جدا يا جماعه ان احنا النهارده نوضح للناس، نستخدم هذه الاشياء ونوضح لهم جمال الاسلام. طيب يبقى دي مرحله التشريعات المتدرجه، عايزين نشرح للناس جمال التشريع الاسلامي، جمال الحجاب. طب لو المراه ما لبستش حجاب بتصاب ايه؟ الاحدث دراسه بتقول لو عرت جزء من جسمها، رجليها مثلا او شيء من الافخاذ او الكلام ده، تصاب بسرطان الجلد وتصاب بامراض، احدث دراسه. فسبحان الله الذي امر بستر المراه وتغطيه الحجاب والامر بالحجاب، على عكس الرجل لو رجليه باينه دراعته باينه ما يصابش بامراض. فسبحان الله، يعني لله في خلقه شؤون، وربنا ما حللش حاجه الا وفيها مصلحه البشريه، وما حرمش حاجه الا وفيها ضرر للبشريه. طيب اخر مرحله اللي هي مرحله الحدود، ودي اجمل ما في الاسلام. مرحله الحدود النهارده مفهمين، خلي بالك بقى مرحله الحدود جايه، المرحله نهين انتوا جعانين؟ ها جعانين؟ طيب مرحله الحدود مرحله نهين؟ الخمسه، الخمسه مش كده؟ المرحله الخامسه والاخيره، ودي اجمل ما في الاسلام. احنا اديناك مرحله هدايه وتعريف وزرع لاركان الايمان، اديناك مرحله الحريات العامه والخاصه وتفعيلها، اديناك مرحله تحقيق الكفايه، اديناك مرحله، خلي بالك، اديناك مرحله اللي هي التشريعات المتدرجه. بعد كده انت بتسرق ليه؟ انا هخش لكم شبهه واحده النهارده بس، يعني بس اجمالا كده، يقول لك يا حرام تقطع ايده، انت ما عندكش رحمه، انت بربري، انت همجي، انت متخلف، انت متطرف، انت ارهابي، انت رجعي. اسم الله عليكم، عداكم العيب وازح خلاص، ده انتوا اللي راقيين خالص خلاص. ما هو تشوف تجرح قطه في الغرب تقوم الدنيا ولا تقعد. يباد شعب باسره في ميانمار، في بورما، فهذه مساله فيها نظر. يباد شعب فلسطين، تحول باحات المسجد الاقصى يريدون تحويلها الى منتزهات ولن يحدث ان شاء الله، وتقسيم المسجد الاقصى لمساحات زمنيه ولن يحدث. فالكلام ده كله وتكون النتيجه مساله فيها نظر. يباد اهل السنه والشعب الحر في سوريا، مساله فيها نظر. يباد اخوانكم سابقا في البوسنه والهرسك، مساله فيها نظر. في جامو وكشمير، مساله فيها نظر. في افغانستان، مساله فيها نظر. التعتيم الاعلامي على ما يجري في العراق، لصالح المشروع الصفوي الشيعي، والتنصير، مساله فيها نظر. ما يجري في الصومال، مساله فيها نظر. وقص على ذلك ما يجري في العالم الاسلامي، مساله فيها ايه؟ نظر. لافساح المجال للتنصير والمشروع الشيوعي والمشروع الشيعي الصفوي الايراني. يبقى دي كلها مسائل فيها نظر. يباد شعب بس ما في مشكله، خلي بالك، عشان تثبتوا على الحق اللي انتوا عليه. احنا بالعكس، نحن حمله سلام حقيقي للعالم، نحن حمله امن حقيقي للعالم. لا لا، ليس السلام عندنا سلام مزعوم ولا بالقطعه، ليست الحريه عندنا حريه مجزاه، لا ال 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 ولكن ليس العدل عندنا عدل مجاز، لا. خلي بالكوا يا جماعه. ولذلك انت بقول له انت هتعمل ايه في الحرام اللي عندك، اللي سرق ده وسارق ومجرم ودخل وفسخ بيت وفسخ هذا، وجوز واحده ست عجوزه مسكينه ضربها ضربه ماتت، يجوز بنت شابه اغتصبها، راجل قلبه خفيف طب ساكت، انتوا واخدين بالكم؟ مات ولا اغمي عليه؟ بين هاتين درجات، خلي بالكم، بيحصل ولا ما بيحصلش؟
او امراه او غيره، بيحصل. طيب انت هتسجنه؟ اما يدخل السجن هيكلفني انا كام؟ هو جه سرق بيتي وانا هدفع له ثمن السجن او ثمن اجره السجن، ثمن اجره فريق الحراسه، ثمن اجره الفريق اللي هو الاداري، ثمن اجره الفريق الطبي، ثمن التغذيه، ثمن الادويه، ثمن المؤسسه الاجتماعيه، ثمن هيئات حقوق الانسان، ثمن. هلم جر، صح؟ مش ده كله تكاليف؟ ولا انتم مفكرين ان مش دي موازنه؟ ما احنا كلنا بندفع الموازنه، احنا كلنا الشعب هو اللي بيدفع ولا حد تاني؟ الشعب. يبقى انت حملت لي الاول ادى يعني هو سرقني وانا بصرف عليه، خلاص. طيب هو دخل السجن حرامي، بس دخل اختلط بمين جوه؟ اختلط بالمجرم القاتل العمد، مش كده؟ واختلط بايه تاني؟ ها، وبتاع المخدرات، واختلط خلي بالكم بالخط، خدت بالكم؟ والمجرمين بكامل انواع، والمغتصبين والمحاربين اللي هم بتوع الحراب، حد الحراب خلي بالكم، اللي هو بيرتكب الجرائم تحت سطوه السلاح، سواء ده خارج العمران او داخل العمران. يعني طلع لي استاذ ورئيس قسم مجرم معاصر، خلي بالك، يعني كان داخل كده حاجه بسكويت ولا شمعدان، طلع لي خرسانه مسلحه، انتوا واخدين بالكم؟ معموله ادي حاجه ثانيه، مش كده؟ طيب تعال، الراجل ده هو اللي سرق ولا حد تاني اللي سرق؟ هو اللي سرق. طب مش كان له زوجه؟ طب زوجته دي سرقت؟ طب مش لها حقوق المعاشره التي اباحها الله تبارك وتعالى وشرعها؟ طب عدم اعطائها الحقوق مش فتنه ليها؟ طب حرمانها من الحقوق دي مش ده عقاب لبريء؟ انا عاقبت بريء، صح ولا مش صح؟ عاقبت بريء بجريمه لم تسجل. اللي الراجل ده كان له ابن صغير اللي بيزق كل شويه يدلعه وياخده على حضن في حضنه ويقعد يبوسه، ويا كتكوتي ويا مش عارف ايه، انت عامل ايه النهارده؟ ويمسك ياخده يجيب له شمعدان ولا يجيب له شيبس، مش عارف حاجه ساقعه حاجه سخنه مش عارف ايه، ويدلعه والكلام ده. هو وحش صحيح، بس حلو لبي الراجل، مش كده؟ عنده بنت مراهقه، هو حرامي بس ما يقبلش ان بنته تنحرف، صح ولا لا؟ عنده ابن مراهق، هو حرامي بس يقول لك انا انحرفت لكن عايز اولادي يبقوا كويسين. عنده ام نايمه في الفرشه طريحه الفراش، وعنده اب طريح الفراش، خلاص محتاج اللي يقلعه البامبرز ويمسح له ويلبسه البامبرز، خلاص. طب هي كانت راضيه ان هو ابنها ومرات ابنها يطلعوا عليها ويمسحوا له الكلام، طب مين هتلاقي مين؟ طب يجوز مرات ابنها مش موجود، يجوز هو متجوز، او اتجوز وعند، او هي مش هتستريح في مرات بنت ابنها وملهاش بنات، او بناتها متجوزين بعيد. الراجل مين يمسح؟ مين يغسله في كبره وهو نايم ما بيتحركش، عنده شلل؟ مين؟ من له؟ كان له خاله هو اللي بيودها، كان له جاره، جار كبير، بس يبقى انا عاقبت الخواص والعوام على حسابه، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ أنا قابلت راجل في السجن، كنت مرة بخطب في سجن عمومي، خطبت ثلاث مرات، فالمهم مرة من ضمنهم واحد قابلني قال لي يا شيخ أنا بنتحر، كل ليلة بنتحر. بقول له ليه؟ بقول له وهم بييجوا يحشروا في إدارة السجن. بيقول لي أنا متزوج وزوج وخلفت أربع بنات وزوجتي مش ملتزمة ولا الأربع بنات ملتزمات. وأنا خايف عليهم من الانحراف والشيطان ماسكني. فنفسي يقطعوا إيدي وأخرج. نفسي ايه؟ والله مجرم، هو راجل حرام، خلاص من لسانه مش ملتزم، بيقول لي نفسي يقطعوا ايدي واخرج. الفطره. طيب اولا لازم يكون السرقه بلغت نصاب، وبعد كده ان يكون المال مال محرص، مش مال سايب في الطريق، لا مال محرص، فسخ باب، فسخ خزنه، خلاص، ودخل، خلاص. الراجل ده لما جه لسيدنا عمر امه بتقول له ده اول مره، قال لا لو اول مره لستر الله، كام؟ قال له رابع مره. انتوا واخدين بالكم؟ فبعدين طيب
ده جه اما بنقطع ايده دي كفار، الحد كفاره له في الدنيا، وفي نفس الوقت ان بيبقى عبره. اما نقول عندنا 100 عصفور على الشجره وصياد جه ضرب عصفور بالظرف وقعه، خلاص كم عصفور يبقى على الشجره؟ العقلاء هيقول ولا عصفور، زيكم كده هتقول ولا عصفور. طب والحمقى؟ هيقولوا 99 عصفور. انتوا واخدين بالكم؟ نقول لهم يا حمقى هو الضرب قدامكم، خلص الموضوع وقع. ولذلك اذا اتقطع قطعه يد انتهى. احنا فاضيين نبني سجون واداره سجون وكلام من كلام فارغ، احنا عايزين دوله، عايزين نشوف مصالحنا. وفي نفس الوقت هو اتقطعت ايده هيروح يدي زوجته حقوق المعاشره، هيشيل ابنه ويدلعه، هيمسح لام او ابوه اذا كانوا من القواعد المرضى، خلاص هينفق عليه، هيراعي بنته المراهقه، هيراعي ابنه المراهق، هيشوف خاله خالته عمه عمته مش عارف ايه، هيتوب، هيبقى عضو نافع، هيبقى ده درس. وخصوصا ان هو سرق ليه؟ انت راجل عندك بيتك، عندك زوجتك، عندك شغلك، ما انتش محتاج. خلي بالك ده سارق عن ظهر غنى، يستاهل ولا ما يستاهلش؟ خلاص؟ يبقى دي اللي هي الخمسه. انا مش عايز اطول عليكم، لكن اديكم مجال للاسئله لو في اسئله بسرعه. تحبوا تسالوا اسئله؟ يعني انا حاولت اجمالا ان انا الم الموضوع اجمالا، انا ما اديتش امثله لسه، لكن دي هنفصلها فيما بعد. هنفصلها، لكن لو عندكم اسئله اتفضلوا. في حاجه عن موضوع اللي يمكن الناس اللي اكثر قول لي مين قال كده وقال ايه؟ محمد ابو حامد؟ اللي هو تبع فريق الشياطين يعني. طيب ها 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 عندي اهم من المسجد الاقصى، اقدس من المسجد الاقصى القاهره، ايوه القدس، والقاهره عندي اقدس من المسجد الاقصى. وقال انت كنت قلت لي بيحس بايه؟ براحه نفسيه يعني، لسه عنده بيحس كده بالتحنين، قال بقى بالوقت باللفظ ايه؟ بيتقدس المكان عشان دي المواطن المصري اللي بيقدس الكنيسه، بيقدس اللي هي؟ الانجيل والكنيسه، عشان في مواطن مصري بيفتح، انا بجاوب كده بيقدس، عشان في مواطن مصري مسيحي بيقدسه. بيقدس الانجيل والكنيسه، هو بيقدس الانجيل والكنيسه. لكن في الله انا ما بحسش بالوفاء والدفء والحنين الا لما بكون في الكنيسه مع اخواتي المسلمين. حشره الله معه، اللهم امين. من احب قوما حشر معهم الا ان يتوب ويعلن التوبه. ده كلامه طبعا ان الاهرامات اقدس من المسجد الاقصى، كلام كده فيه افتئات على الله تبارك وتعالى، وعليه ان يستتاب ويجب مراجعته، والا فسيحشر مع من احب. خلصت؟ وهو صاحب فتنة، ويكفي ان هو يعني اللهم يا مقلب القلوب والابصار ثبت قلوبنا على دينك، بعد ما كان راجل بيحفظ القران بالروايات باع دينه بدنيا غيره. وانا بقول له لا سويرس هينفعك ولا الكنيسه هتنفعك ولا الكلام ده، مع احترامنا للاخوه المسيحيين ومع احترامنا للدين المسيحي مع اختلافنا معاه، ولكم حق الاحترام وحق حقوق المواطنه كامله، ولكن نحن نرد على ابننا هذا الرد الذي يستحقه، ونقول له يعني يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه، اذكرك بهذا القول، يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبون، اذله على المؤمنين اعزه على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومه لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. الاهرامات يا محمد ابو حامد شاهده على كفر الفراعنه وكيف اخزاهم الله واهلكهم الله، رغم انه امدهم بالامكانيات العلميه الهائله. ولذلك الم تره عذاب ان ربك لبالمرصاد. يا محمد يا ابو حامد اذا كنت تفضل الكفر على الايمان فهذا شانك، ولكن يجب ان نستتيبك، والا فانت وما اخترت، والمرء يحشر مع من احب، فان اخترت الكفر مع الايمان فهذا شانك، والاسلام الاسلام مش ماسك فيك اطلاقا. ما انتش عايز الاسلام، الاسلام مش عايزك يا ابني، والله ما هو عايزك. ده انت اذا اعلنت التوبه وجئت يعني وتذللت لله عز وجل وركعت وسجدت لله وتبرأت مما تقول فاهلا وسهلا بك، والا ف يعني الى ما اخترت ولا نندم ولا نلوي عليك شيء. ده الشيء اللي اقدر اقوله له يعني. ها الشيخ، هل تعتبر دراسه
لا طبعا، هناك فرق بين مقارنة الأديان وأسرة الفتنة. وإحنا مش عايزين موضوع بقى أسرة الفتنة الطائفية ده اللي سمعنا عنه تأثير 40 سنة وأذناب الفتنة موجودين من الطرفين وصنعها النظام الصابر سواء موجودين في المسلمين أو المسيحيين. مش عايزين كل حاجة فتنة طائفية. هو مواطن مصري مسلم أو نصراني أمام القانون سواء. كلام ده ما يبقى فيه، انما واحد بيدرس الدين بيدافع عن دين، إيه انت ما تجيش تنصر لي منطقه وعايزني اوقف لك ساكت؟ يستحيل طبعا، يستحيل هسيبك تنصر المنطقه واقف ساكت. ده انت اللي بتعمل فتنه. قال لا، انت بتتكلم ازاي؟ انت جاي بامكانياتك الكلام ده تقول لي انصر؟ انا بديكوا الفتوى، هذه دراسه مقارنه الاديان والدفاع عن الاسلام ليست فتنه طائفيه. وانظروا الى اقاولهم وكلامهم في الغرب بيقولوا ايه عن الرسول صلى الله عليه وسلم، والاقاويل اللي بيقولها في داخل مش عايزين نفتح الكلام. هم بيقولوا ايه؟ هم اللي عندهم فوق الترابيزه وتحت الترابيزه. فيعني نكتفي بهذا. ايوه اتفضل. من فتره اللي هو كنتين افلام وبنيه وجمعه عشان يمشوا الاسلام، فكان في يعني نقطه لفتة اللي هو مجموع الشغل الاسلامي اللي اقل من الشرطه. ايوه موجود فعلا. هو اللي انت مش عايز منظومه الفساد، اصنام منظومه الفساد الديكتاتوريه التي كونها مبارك، عايزها تعمل حاجه عادله؟ الامور هتتعمل وتتعمل كاحسن ما تكون بحقوق المواطن والحريه موجوده، لكن افسحوا للناس حريه. عندما كل حريه موجوده الاسلام يكسب. انتوا خايفين من ايه؟ عندما يكون في حريه الاسلام يكسب. احنا عراض، احنا نفسنا ما يجيبوا قنواتهم التنصيريه يجيبونا علماء المسلمين ويشوفوا مين اللي هيكسب، لكن ما يجيبوش بقى اللي هم يخفوا الاتصالات ومش عارف ايه والكلام ده، وما يجيبوش حد او يجيبوا حد تبعهم او حد ضايق. لا، هتقولنا وتعالوا واهلا وسهلا واتشوا بالكم كلها، واحنا هنفندها كلها، واحنا نرحب ان احنا نصل على القنوات، بس تعالوا افرضوا كل اللي عندك واحنا نفرد اللي عندنا ونشوف، وبرضه في اطار المواطنه والحب، واحنا اخوات لكم ما لنا وعليكم ما علينا، اهلا وسهلا. في اطار العلم اهلا وسهلا، ما عندناش مشكله. حد عنده سؤال ثاني؟ والحديث أحاديث بناء الإسلام أحاديث في الصحاح لهؤلاء المهرطقين. يا جماعة ادخلوا وهاتوا الأحاديث دي وحطوها. ما هو ده بيفكرني مرة واحد كنا كاتبين أحاديث كده وحاطينها في المسجد، هو فلاح طبعا ما يعرف المسجد، ما الأحاديث دي كلها ضعيفة ده ليه كده اهو، هو ما يعرفش حاجة كده اهو. انت واخد ما هو كان سيدنا علي بن ابي طالب بيقول لك ايه؟ اذا جاءني 100 عالم غلبته، واذا جاءني جاهل واحد غلبا هيغلب. انت واخدين بالكم؟ بس فامضوا في طريقكم ولا باذن الله. ها؟ في حد عنده حاجه ثانيه؟ طيب جزاكم الله خيرا، نكتفي بهذا القدر وسعدنا بكم، ومعلش اعذرونا لان مرتبط والله، فانا حبيت اضغط العمليه قدر الامكان يعني. ويعني انا اسف اذا كنت ازعجتكم بالفتاوى بتاعتي، بس دي فتاوى ملحه في الظرف اللي احنا بنعيش فيه. خلاص، وانشروها على جميع المواقع وعلى الفيسبوك وعلى تويتر وعلى اليوتيوب وكله، معاكم تصريح مطلق. خلاص، شيروها براحتكم. خلاص، وهاتوا لي اي حد من منظومه الفساد، هات لي امنه نصير ولا هات لي شيخ الازهر ولا هات لي علي، هات لي مع حفظنا الالقاب بتاعتهم والكلام ده كعلماء على العين والراس والكلام ده، لكن تصرفاتهم تصرفات مشينه للاسف. تصرفات مشينه، نحن نحترمهم كافراد واشخاص ومناصبهم المهم، لكن للاسف سخروا العلم وسخروا المناصب للاسف الشديد. لم يقولوا كلمه حق لله تبارك وتعالى. ودي كلمة حق بقولها في وشك. فأي تحت أمركم فاعذرونا، والفتاوى دي اللي أنا قايلها على مسؤوليتي الشخصية. طبعًا فتوى اللي هي ثورة الخوارج دي 24 أغسطس ضد ثورة 25 يناير وضد إرادة شعب مصر
وانتخاب رئيس شعب رئيس مصر حر المنتخب، وبقول ان طاعته فريضه واجبه، وعصيانه خروج عصيانه طالما انه لم يامرنا بمعصيه، عصيانه في هذه الحاله هو خروج وهو من باب الحرابه، جريمه الحرابه. شكرا لكم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.